ايوب كوش دونك ديريكتور دو بروجي في مانا تكنولوجي اللي هي فيليال ما بين لي فيليال ديال ابا تكنولوجي. الوغ ابا تكنولوجي سي اون فيليال اللي جامعه اون فادير بزاف ديال الشركات اللي نوتامون كيصايبوا الالكترونيك ميد ان موروكو و اوسي كيصايبوا حتى السوفتوير ميد ان موروكو. الهدف هو دو كونيكتي يعني داكشي اللي كاين في الواقع نطلعوا لاون بلاتفورم, ديك لا بلاتفورم كتخلص اناليزي لنا وكنخرجوا بواحد لو ريزولتا اللي هو اون فادير كي لي كي لي كيحسن اون فادير الحياه ولا كينقص لنا من الطاقه اون توكا كي اوبتيميزي كاع داكشي اللي يمكن لينا نوبتيميزو. الهدف الكبير ولا نقدروا نقولوا الكفاءه الكبيره اللي كاينه سي سورتو القدره على نصايبوا الالكترونيك برينسيبالمون. كما كتشوفوا هنا كاين بزاف ديال الالكترونيك مثلا هذه سي ان سمارت جي بي اس يعني نورمالمون كيت امبليمونتا في لي زوطوموبيل كيقرا لا بلوبار ديال لي بروتوكول او بي دي 2 ايتترا كيقرا الكان كيصيفط باغ لا سيم يعني لو سيرفور ديالنا وباغ لا سويت مثلا اي شركه كبيره اللي عندها اون فلوت كبيره كتقدر تتبع السيارات ديالها فين ما كانوا ايتترا وكتعرف لو كومبورتمون ديال كيفاش كيسوق السائق ايتترا. كاين بزاف ديال المنتوجات يعني في بزاف ديال لي سيكتور, عندنا في السيكتور ديال الصحه, عندنا في السيكتور ديال لا لوجيستيك, عندنا في السيكتور ديال الاندستري يعني كاع الصناعه, عندنا حتى في السيكتور ديال لامين يعني كاع تو سكي ديال لو سيكتور ميني, عندنا اوشي في السيكتور ديال الصحه برينسيبالمون. دونك هادو هما اون فادير الهدف ديال ابا تكنولوجي تكون عندها واحد لابور يعني ا 360 دوغري اللي باش تقدر اون فادير تاميليوري يعني لا في ديال المواطن بصفه عامه فكاع على كاع الميادين. نقدروا نمشيو نشوفوا ديال الصحه الا بغيتي. دونك هنا عندنا كاع اللي كيتعلق بال يعني بالصحه كونيكتينغ يعني سمارت هيلث. هذا المشروع هذا كان مشروع كبير اللي كان من مور الزلزال ديال الحوز يعني الى بوكو اي ميم لا بوبولاسيون تما وباغ لا سويت الى ايتي جينيراليزي يعني في بارتو في المغرب. والهدف هو لو فات دو كونيكتي يعني الصحه ونقربوا الطبيب في البلايص فين ما كاينش يعني اللي كنسميو لي ديزير ميديكو فين ما كاينش الصحه. مثلا هذه سي لا فاليز اللي فيها كاع لي كابتور اللي كي سون مو كونفورم اللي تابعين داكشي ديال الصحه كي كونيكتوك مع ان سونتر ديال لي ميدسان سبيسياليست ودوكو كنقربوا يعني الطبيب المواطن. كاين اون فورم دو فاليز اون فورم بورتاتيف, كاين لو شاريو اللي كيقدر يدار في المصحات, وكاينه لا كابين كونيكتي اللي هي كاع ايلونغلوب اون فادير اون غروند ماجوريتي ديال شنو كاين في بارابور للصحه. دونك فوالا دونك كيما كتشوفوا بون كاين معنا تما السي امين توسل انجينيور اللي خدم بيان اونتوندو هادشي كله تصايب في المغرب يعني بكفاءات مغربيه بهندسه مغربيه بالفكره كاريمون مغربيه بمهندسين مغربيين دي تكنيسيان مغربيين تامبليمونتا يعني تركب في المغرب وديستريبيو في المغرب. هذه هي الفكره اللي بغينا نديروا عليها لاكسون يعني برينسيبالمون. دونك فوالا لا بارتي هيلث كير يعني عندنا برينسيبالمون كاين لو سي جي لاناليز ديال اس بي او 2 يعني كاين لاناليز ديال لو تو ساتوراسيون ديال الاكسجين كاين ديال دقه القلب لاناليز هما بال ديال الفم ايتترا هادشي كله اون غرو باش نقربوا للطبيب المواطن. احنا الان داخل لا كابين دو تيليميديسين اون كابين كوبيك سي اون كابين فيرمي واللي لداخل فيها اللي كنقدروا نديروا دي كونسلطاسيون بور دي باسيون. احنا لداخل عندنا حاطين دي ديسبوزيتيف ميديكو اجهزه طبيه اللي كان لي نورمالمون لو ميدسان اللي كيكون مرافق المريض تيقدر عن طريقهم يطلع دي زانفورماسيون المعلقه بالصحه ديال المريض مثلا دقات القلب لاتونسيون ارتيريال يشوف ليطا ديال لابو يعني اترافير دي ديرموسكوب اوتوسكوب و اترافير دي انا اوسي ان ايريسكوب هنايا سور بلاس اوسي ان ايكوغراف باش نقدروا نديروا صور داخليه للمريض. لا كابين دو تيليميديسين صاروا عليها مهندسين مغاربه محلية الصنع بطبيعة الحال وكفاءات مغربية يعني أوتور اللي خريجة المدرسة المغربية.